هذا حل المشكلات البيتية. اتقوا الله، اسمعوا واطيعوا وانفقوا. إذا أخذت بهذه الأركان الأربعة سيمتلئ بيتك رضا وسعادة. تتقي الله في كل شأنك، في التزام الأوامر وتناب النواهي، تتقي الله في سرك، في علنك، في لسانك، في قولك، في عملك، في شأنك كله. اسمع واطع منان، كن سريع الاستجابة لما يأمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع واطع، اتقوا الله واسمعوا واطع وأنفقوا. هذا الشاهد، الشاهد أن المشكلات البيتية تحل بالإنفاق، ولا 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 يعني تظن كما يقال أو كما يشيع بين الناس أن المال يفسد البيوت. ما يفسده أبدا، ما يفسده المال، يفسد ما يفسد الأولاد ولا النساء، ما دام أنه على الجادة. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.